بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة تصل النيران إلى القرى الجبلية. الجزائر حيث حصيلة ثقيلة حصدتها البلاد من فقدان الأرواح وامتداد رقعة الحرائق التي تجتاح غابات في البلاد لتمتد وتصل القضية اللي دار شنقريحة ديال حرق الغابات، حرق الغابات في القبيل وقتل الناس وحرقوا هذاك الشاب، وفي الاخر جابوا واحد المجموعة وقال لك الماك والرشاد وراهم المغرب. بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة تصل النيران إلى القرى الجبلية. سكان ولاية تيزي وزو يوثقون فرارهم من بيوتهم بعد أن أحاطت بهم الحرائق، حرائق مفتعلة بحسب محافظي الغابات بالولاية. الوضع خطير جداً، سجلنا 4 وفيات وهناك جريح أصيب بحروق بليغة. في الصباح سجلنا 5 حرائق، لكن في المساء انتشرت الحرائق بكثرة وعلى كل مستوى الولايات. الحرائق مفتعلة، مستحيل أن تكون طبيعية، واختير لها يوم. أفادت نشرة خاصة للأحوال الجوية بأن درجة الحرارة ستكون فيه مرتفعة والرياح نسبية، بما يسهل انتشار الحرائق بسرعة. كلشي كيضحك، ولا دليل، ولا دليل واحد، ولا دليل ضد الماك، ولا دليل ضد الرشاد. بلا ما نهضروا على المغرب، المغرب المغرب دول طالباتهم، قالت لي معطونا دليل. دابا راه خرجوا بواحد الحماقه اخرى ثاني كيقول لك بانه راه كاينه جهات باغا توتر العلاقات بين الجزائر والسعوديه. شكون هاد الجهات؟ غير ملك المغرب. في هذا المقام ايضا اسمحوا لي ضيوفنا الاعزاء ان اشير الى امر لاحظته مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقوم بعض الأشخاص ذوي المعرفات الوهمية المجهولة بنشر أخبار أو مواضيع مختلفة من أجل بث الفتنة والفرقة بين الشعبين السعودي والجزائري الشقيقين. وأنني إذ أؤكد أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن أياً كانت جنسية أصحابها لا تعبر إطلاقاً عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين، فأنني على ثقة بأن نتجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة وتجنب الانجرار إلى متاهاتها. سوف يقول لك المغرب، كيفاش المغرب؟ واش كيفاش المغرب؟ دابا أي حاجة فيها المغرب. رجعوا هنايا، داروا هذه القضية ديال حرق الغابات شنقريحة، وبالمناسبة كما قلت عنده سابقة. صحيح أن الحكومة استأجرت طائرة روسية، لكنها تعطلت قبل 3 أيام من اندلاع هذه الحرائق. يعني التعويل على طائرة واحدة، هل كان خطأ منذ البداية برأيك؟ أعتقد ربما الحكومة كانت تعول بشكل أكبر على عامل اليقظة، ويعني التحكم في الحرائق قبل اشتعالها من خلال استحداث نقاط المراقبة التي حسب ما جاء في بيان مصالح الغابات قبل شهر أو في بداية الصائفة، على استحداث مئات من نقاط اليقظة والمراقبة من أجل استباق اشتعال الحرائق. ولكن أعتقد أن طائرة واحدة غير كافية. ولكن عنده سابقة، الحبيب سويدية كيذكرها في الكتاب دياله اللي كان معاه هو وعبد العزيز مجاهد، وعطيتكم الصفحة ديال الكتاب، واللي قال شي حاجه نعاودو نجيبو الكتاب الصفحه ديالو ونقراو داكشي اللي وقع ملي حرق الغابات. هادشي في 93 94 في منطقه ديال القبائل، عاودها الغابة الاول. الجزائر حيث حصيله ثقيله حصدتها البلاد من فقدان الارواح وامتداد رقعه الحرائق التي تجتاح غابات في البلاد لتمتد وتصل الى جاره تونس التي اشتعلت غابات فيها في مناطق شاسعه. مسؤولون جزائريون طرحوا فرضية الإحراق المتعمد، ولم يكتفوا بإلقاء اللائمة على الطبيعة، فيما الجارة تونس رغم حرائقها أبدت تعاطفها ومدت يد العون. في الجزائر من بين المناطق الأكثر تضررا هي ولاية تيزي وزو، حيث شرقي العاصمة والتي يزداد عدد سكانها عن 1 مليون نسمة. الغابات الثانية قضية ديال بنبطوش،
مدخل بالبطوش بسمية ديال جزائري.